بالنسبه لك حميد انت كيفاش كنتي في المدرسه؟ كنتي مشاهد؟ اول حاجه هي موهبه حميد المرض ظهرت سنه 1994 هي في 94 عند حميد المرض عادي، ولكن في 94 حسيت ان عندي موهبه ولكن ما كنتش مأكد منها بان سيو في 94 تأكدت منها بان حميد المرض عنده موهبه عند لقاءات او شروات او شروات. من بعد منها في 2001 2002 ما تولد رحمه الله ما كانش واحد التوجيه، هو اي حاجه موهبه او عبقريه اختاروا لي واحد التوجيه، هما اني مواهب اني موهبه ا موهبه ب موهبه بس اني اختلاف المواهب وان حسب التوجيه. اي موهبه ا في المحيط ب على حسب التوجيه، لان الموهبه ا في المحيط ب لقى واحد التوجيه مزيان يقدر يوصل المحيط سي، مي يقدر بحال دابا مثلا موهبه ا في المحيط ب لقى واحد التوجيه ناقص انضطر. ولكن نتايا قبل 94 كيفاش كنتي في المدرسه؟ كتجيب النقاط الاولى كتسالي الامتحان دغيا؟ لا، اما حلاش ان اغلب المشاكل ديال الدراسه ان ولد ولا بنت ما عندوش ثقه في النفس. قبل 94 انت انا عارف ان عندي موهبه ما عنديش ثقه في النفس، تقولي بحال دابا مثلا 6 17 انا عارفها 270 وانا نقولها انا خطا يضحك عليا، 7 8 عارفها 56 وانا نقولها خطا يضحك عليا، انا عندي واحد عندهم ثقه في النفس. بدي 94 درت واحد ثقه في النفس. وانت دابا اليوم واعي بانك حاله خاصه؟ واعي بها بنسبه 90%. انت كتفكر في اي حاجه كتفكرها ارقام ونسب؟ نعم. وشنو التفسير ديال هذه القضيه؟ ما عندكش التفسير ديالها؟ لا، حيت انا مثلا نقول لك واش فيك الجوع، تقول لي فيه الجوع بنسبه 70%. وي اي حاجه حياتي يوميه، دابا مشاكل القناه حياتي يوميه، اي مشاكل القناه حياتي يوميه اغلب الحوايج نخمم بهم بالنسب والارقام. دابا المحيط ديالي المحيط بيا ما تفهمنيش انها هو يفهمني، تدوي معايا واحد المده عاد تفهمني بان 100%. بحال دابا مثلا غادي انا القهوة قلت لي حامي نشرب القهوة نقول ما خصنيش، خصني فيها الجوع بنسبة 65%. انت تقول انت من بالنسبة للجوع 65% انت تقول هذا تيتفلى عليا، ولكن انا ستونطاني تنجاوب ما تنديرش انا اس بي تنجاوب بالنسبة. كيضحكوا عليك الناس ملي كتقول لهم بالنسبة هذا. وكيفاش كتفاعل مع هذاك انهم كيضحكوا عليك؟ عندي علاش ان انا باغي تخافني مرحبا، ولكن اقنعني انا مع الاختلاف، ولكن بحال دابا انت باغي تخافني في شي حاجة قلعني وخالفني.